الزراعات الغير تقليديه لما بنقول الكلمه ديت بنقصد بيها حاجتين، بنقصد بيها يا اما محاصيل غير تقليديه يا اما بنقصد بيها اسلوب الزراعه نفسه. لما بنتكلم على المحاصيل غير التقليديه يمكن نعرف محاصيل زي الاسبرجس زي الخرشوف، في انواع الخس الاوروبي، في انواع كرفس فرنساوي، ففي مجموعه كبيره جدا من المحاصيل غير التقليديه اللي احنا ابتدينا نزرعها وبقت مطلوبه في السوق المصري. لما بنتكلم على اساليب الزراعه الغير تقليديه بنتكلم هنا عن الزراعه بدون تربه، الزراعه الحديثه، الزراعه الذكيه، زراعة البيوت المحمية المتحكم بيها، كل دي أساليب مختلفة للزراعة غير تقليدية. في مجموعة كبيرة من النظم الزراعة بدون تربة اللي بتستخدم في زراعة الأسطح في مصر، والحمد والشكر لله المعمل المركزي للمناخ الزراعي كان واخد المبادرة ديت من 2001 من خلال أحد المشاريع بالتعاون مع منظمة الفاو. الحمد لله الانتشار جيد حاليا، في ناس كثيرة جدا بقت مهتمة بزراعة الأسطح، مجموعة كبيرة من المحاصيل بتتزرع فوق الأسطح. يمكن احنا بنهتم شوية بأن احنا بنوجه الناس اكتر للمحاصيل الخضر الورقيه لاهميتها الكبيره من الناحيه الصحيه والغذائيه، علاوه طبعا ان لو حصل تلوث في اي محاصيل خضر ورقيه بيبقى الامر صعب شويه. يعني ساعات كتير قوي بنشبه المحاصيل الخضر الورقيه دي بالفلتر الاولاني في فلتر الميه، الشمعه الاولى في فلتر الميه بيبقى شكلها عامل ازاي. اي تلوث في الخضر الورقيه اللي بتتاكل معظمها في صوره رو في صوره فريش، فده معناه هيسبب مشاكل صحيه كبيره قوي للمواطن. اتجاه نحو زراعه الاسطح في مصر هو مش بس الجزء البيئي، ده كمان في جزء ثقافي وجزء اجتماعي بنحب نشير اليه، لان عشان نعمل زراعه الاسطح لازم نتعلم الاول ازاي نحافظ على كل نقطه ميه، والا الموضوع ممكن يسبب لي مشكله على شبكه مياه الشرب. فلازم المواطن يعرف اهميه كل نقطه ميه، اهميه ان هو يزرع اكله، اهميه ان يكون اكله فريش، وكلمه طازج ديت بنحط تحتيها 100 خط لان دي هامه جدا. تمام، ازاي يعمل اكتفاء ذاتي من مجموعة من المحاصيل المختلفة. ممكن اي مواطن يعمل اكتفاء ذاتي بس بواسطة ترابيزتين من الترابيزات الزراعة اللي موجودة، يزرع زي ما نقول كده لما بنتكلم مع الناس ونشرح لهم، نقول لهم مثلا خلطة المحشي، خلطة المحشي بتحتوي على كم نبات؟ بقدونس، كزبرة، شبت، ممكن احط معاها كرفس، ده كله ممكن في ترابيزه واحده. الترابيزه الثانيه ممكن ازرع فيها ملوخيه لو انا في الصيف، ممكن احط فيها سبانخ لو انا في الشتاء. يعني بس مجرد ترابيزتين بس لوحدهم يكفوني في 6 نباتات من احتياجاتي لاحتياجات اسره اللي مش بنحتاج منهم كميات كبيره. طبعا لما ازود ترابيزه زياده ممكن ازرعها خس، ازرعها كرفس، ازرعها ريحان خضار، فممكن الاسره تكتفي بمساحه صغيره جدا 4-5 متر من بعض النباتات اللي هي احتياجات ليها بمنتهى البساطه. يمكن احنا شايفين كده مجموعه من النباتات الطبيه، لو 2 قصيص بس من كل نبات طبي احنا نقدر نزرعه، حاجه زي النعناع، زي البردقوش، زي الروزماري، الريحان، الحاجات ديت ممكن ترابيزه واحده تكفيني لوحدها 4 نباتات من كافه احتياجاتي. نشر ثقافه زراعه الاسطح طبعا بيتم من خلال دورات تدريبيه، بيتم من خلال دعم الاعلام، بيتم من خلال برضك دور المعمل في نشر الثقافه ديت، وباستمرار بنحاول نودي توصيات فنيه مختلفه لاهميه الزراعه بدون تربه ولاهميه زراعه الاسطح المنازل، وان انت ازاي توفر من احتياجاتك الذاتيه وازاي في نفس الوقت تحافظ على البيئه بتاعتك، وازاي كمان الناحيه الاجتماعيه الهامه جدا ان الاطفال الصغيرين يتعلموا المسؤوليه. من خلال ترابيزه صغيره ممكن تخلي اطفالك يتعلموا يعني ايه مسؤوليه، يتعلم يعني ايه تخطيط، ودي نقط يا ريت ترجع تاني في الشخصية المصرية، هيخطط امتى يروي، امتى هيسمد، امتى هيحصد، امتى هيزرع، ايه المواعيد المناسبة للزراعة. فانت بتخلق شخصية جديدة في الاطفال، المسؤولية في الري والمسؤولية المحافظة على حياة النباتات. فطبعا كل دي اوجه اجتماعية احنا بنشوفها غير الاوجه البيئية، وبنركز كتير قوي على الموضوع ده هو بحيث ان احنا نوفر للمواطن كافة المعلومات اللازمة لزراعة الاسطح. المستلزمات اللي يجب توفرها لزراعه الاسطح يمكن مستلزمات بسيطه، يمكن حضراتكم ممكن تلاحظوا ببساطه، ممكن مجموعه من الاسس البلاستيك بنحط فيها بيئه زراعيه، ما بنفضلش نحط رمل او نحط طمي عشان نحافظ لو في اطفال بيشيلوا القصيص او حاجه ما يقعش او يتكسر وممكن يسبب اضرار. القصيص خفيف، بيئات خفيفه، ممكن اسس، ممكن ترابيزات ونعملها كلها حاويه واحده نزرع فيها، فالاحتياجات اللي احنا محتاجينها بسيطه، بس يمكن التكلفه ساعات بتبقى غاليه شوية على المواطن العادي، محتاجين دعم شوية في التوجه دهوت. لكن بصورة عامة ممكن المواطن يزرع بأبسط صورة ممكنة ويطلع إنتاج جيد بالنسبة له. شروط نجاح زراعة الأسطح وهي كلمة واحدة نقولها بمنتهى البساطة، الاهتمام، إن المواطن يهتم بالموضوع. يعني مش عايزين نقول المثل الدارج، لو كنت مهتم كنت عرفت لوحدك، هو كده بالظبط. لو احنا مهتمين بالموضوع، مهتمين بصحتنا، مهتمين بالبيئة بتاعتنا، مهتمين بان احنا نحافظ على اسرتنا،
ده شرط اساسي لنجاح زراعه الاسطح. الزراعه مهنه بتحتاج خبرات وخبرات تراكميه، نبات بعد نبات بنكتسب خبرات، فلازم حته الاهتمام ديت ولازم حته الرعايه. مش عايزين حته الانبهار، لا انا هزرع السطح بتاعي، انا احط فيه نظم مواسير، لا انا احط فيه نظم ترابيزات، وفوره الاهتمام دي تروح بعد فتره وبالتالي بتفشل زراعه الاسطح مع الاسف الشديد. لا، ده احنا هنا بنتكلم على اهتمام وتعليم وتراكم لخبرات مستمر. الفلاح المصري خبرته مش بعمره، لو عنده 50 سنة مش دي خبرته 50 سنة، هي خبرته أكتر من 7000 سنة. هي خبرات متراكمة بتتنقل بين الأجيال المختلفة وبتتوارث ما بين الأجيال المختلفة، فنتمنى ده يحصل حتى للمواطن العادي في المدينة. لو بتكلم على خضر ثمرية، بتكلم على من أول الطماطم، الفلفل، البتنجان، الفاصوليا، الخيار، الكانتالوب، البطيخ، يعني معظم النباتات أنا أقدر أزرعها، حتى البطاطس أنا أقدر أزرعها فوق الأسطح في مصر. لو بتكلم على فاكهة، ممكن أتكلم على العنب، ممكن أتكلم على الليمون، ممكن أتكلم على أنواع المانجا القزمية، كل دي برضك بتزرع فوق السطح. وما اقدرش انسى طبعا الفراوله، احنا بنعتبرها نبات خضر في الاساس، لكن الناس طبعا بتتعامل معاها كفاكهه زيها زي الكانتالوب زي البطيخ. الزراعه الذكيه المناخيه موجوده في مصر من فتره، يعني يمكن بدات في مصر كده من بدايه من 2015 تقريبا. وهنا في الزراعه الذكيه المناخيا احنا بنتكلم بناخد نفس الترند العالمي، بنحاول نوفر في الطاقه، بنحاول نوفر في الموارد بتاعتنا سواء ارض سواء ميه، بنحاول نعظم الانتاجيه بتاعتنا لاكبر قدر ممكن من وحده الميه او الطاقه او الارض. وبمنتهى البساطه لو احنا بنتكلم عليها باسلوب عملي، لو انا موجود في صوبه زراعيه زي كده فاقدر اتحكم في درجه الحراره، اقدر اتحكم في مستوى الرطوبه اللي فيها، اقدر اقوم بكل العمليات الزراعيه من ري وتسميد ومكافحه، كل دوت اوتوماتيكيا، وبالتالي بتفادى اخطاء البشر اللي ممكن تحصل، وبتفادى النظره الاعم والاشمل للموضوع كله، بتفادى اثر التغيرات المناخيه على الانتاج الزراعي، بتفادى كمان الظواهر المناخيه المتطرفه او اللي احنا بنقول عليها اكستريم ويذر ايفنتس على القطاع الزراعي، بمعنى ان يحصل ارتفاع مفاجئ في درجه الحراره او انخفاض مفاجئ في درجه الحراره او في عاصفه شديده من الرياح، فانا بتفادى كل المشاكل ديت من خلال نظم ذكيه، مجموعه من المستشعرات سنسورز متوصله بلوحه الكترونيه تقدر تتحكم في كل العوامل ديت وتوصلني ان هي تتفادى المشاكل دي كلها واوصل لاعلى انتاجيه ممكنه. في الفتره الجايه احنا مجبرين ان احنا نعمم شغل الزراعه الذكيه مناخيا، ده مش للاسف شديد ده مش اختيار، ده هيبقى امر اجباري بالنسبه للزراعه المصريه، لان احنا محتاجين نعظم استخدام الموارد بتاعتنا. عندنا مشكله في مياه الري، عندنا مشكله في التغيرات المناخيه، يمكن المؤتمر كاب 27 اشار للموضوع ده بشده، ومن خلال رئاسه الجمهوريه تم عقد مجموعه من الاتفاقيات خاصه بان احنا نتلافى المشاكل التغيرات المناخيه والتعويضات اللازمه نتيجه التغيرات المناخيه ديت. القطاع الزراعي احنا بنتكلم هنا عن نباتات حيه، كائن حي بيتاثر بسهوله شديده جدا بالتغيرات المناخيه. في عندنا مجموعه من البرامج اللي طبعا مش خاصه بالمعمل لكن على مستوى القطاع الزراعي بالكامل، في برامج خاصه بانتاج التقاوي بحيث ان احنا ننتج تقاوي تتوافق مع التغيرات المناخيه طبقا للسيناريوهات المختلفه، بس في نفس الوقت احنا لازم نتعامل على ارض الواقع في الوقت الحالي، ان احنا نتعامل من خلال الزراعه الذكيه اننا نقدر نستجيب لاي تغير في المناخ، نقدر نستجيب لاي ظاهره مناخيه متطرفه بسرعه، بحيث ان انا احافظ على النباتات حتى على الاقل حيه. يعني دي لوحدها نتيجه كبيره جدا، ان انا اوفر في كل نقطه ميه، ما مصرفش اي نوع من الميه هدر بالنسبه لي، وادي النبات احتياجاته تماما عن طريق استخدام الزراعه الذكيه مناخيا، ان انا اقاوم الامراض المختلفه برضك باستخدام الزراعه الذكيه مناخيا. واتمنى ان يكون في سماح بعد كده لاستخدام الدرونز في عمليه الزراعه الذكيه مناخيا على مستوى جمهوريه مصر العربيه ان شاء الله. شمال للباحثين العرب، ودي جايزه بتمنح سنويا، الحمد لله دي كانت الدوره ال40، فكان يعني مناسبه احتفاليه في الاردن. في نفس الوقت احنا الجائزة كانت عن مجموعة من البحوث الخاصة بالزراعة بدون تربة، وكان مجموعة البحوث متنوعة من استخدام زراعة الأسطح، نظم في زراعة الأسطح، وكنا بنستخدم نظم بيئية متكاملة، بمعنى أصح إن احنا كنا شغالين على حاجة اسمها فيرمي كومبوستنج، وده القمر بدوت الأرض، ازاي ندور مخلفات المطبخ بتاعتنا ونحولها لكومبوست او سماد عضوي غني جدا نقدر نستخدمه في عمليه الزراعه كتربه كبيئه زراعيه كسماد عضوي، وفي نفس الوقت يعتبر كمبيد حيوي نقدر نستخدمه مع النباتات في زراعه الاسطح، وبالتالي الدايره بتاعتي تبقى مغلقه ما احتاجش حاجه من بره. مفيش مطبخ في مصر ولا في العالم كله ما بيبطلش يطلع مخلفات عضويه كل يوم، فطبعا الاثر البيئي رهيب في الحته ديت،
كويس، وفي نفس الوقت انا بستخدم دوت واقدر ابتدي من قصيص واحد ممكن في اخر السنه الاقي عندي 1000 قصيص نتيجه طبعا المخلفات اللي بتنتج كل يوم. دي نقطه. البحوث برتك شملت طبقا للجائزه مجموعه من البحوث الانتاج التجاري في الزراعه بدون تربه، وكان في مجموعه من البحوث متنوعه لانتاج الخضره الورقيه او انتاج الخضره الثمريه زي الطماطم والخيار والفاصوليا والكانتالوب في شغل الزراعه بدون تربه. كمان تناولنا في البحوث بتاعتنا شغل الزراعه الذكيه، وكان في بحثين، بحث منهم كان نموذج لصوبه بتحكم في كل العوامل المناخيه، ودي كانت صوبه هيدروبونيك، صوبه زراعه مائيه، وكنت بتحكم في جميع العوامل المناخيه جوه الصوبه ديت، وفي نفس الوقت بقدر اتحكم في العمليات الزراعيه المختلفه من عمليات الضخ او الاي سي اللي هو الملوحه بتاعه المحلول، او البي اتش الحموضه بتاعه المحلول المستخدم والتايمنج بتاع الضخ بتاعه. وفي الاخر برضك كان في بحث خاص باستخدام الذكاء الاصطناعي في التعرف على امراض النباتات، وكانت البحث خاص بامراض اوراق الطماطم. بدون تربه ده علم يمكن بقى له عمر كبير جدا، يمكن فوق ال 30 سنه في مصر احنا شغالين فيه، كان شغل بحثي وابتدى يبقى شغل تطبيقي، وكان قبل كده بره. والفكره حتى من الاسم معروفه ان زراعه بدون تربه، ان انا ما بستغلش الارض في عمليه الزراعه، ان مجموع الجذر عندي او مجموع الجذر الخاص بالنبات ما بيكونش في وسط ارض، لا بيبقى ليه اوساط مختلفه، هي برضو ممكن تكون بيئه وممكن تكون ميه، وده اللي هنشرحه ان شاء الله في النظم. النباتات بوجه عام في المجموع الجذري خاصة فيها هو ده الفم اللي بيستقبل كل العناصر والمية والحاجات دي. طالما حققت له مجموعة من العوامل هو بيستشعر أو بيستحس إن هو موجود في الأرض، فبالتالي بيقوم بوظيفته. من إحدى العوامل ديت اللي هي الإظلام، التثبيت، الأكسجين، المية، الغذاء. لو الخمس عناصر دول توفرتهم له في أي وسط فأنا أقدر أحققهم. بالنسبة لنظام المواسير على سبيل المثال، ماسورة الجدر موجود جواها يبقى بالتالي في إظلام، في مية متحركة يبقى متوفر للجدر مية، وفي نفس الوقت مع حركة المية دي في غذاء فبالتالي الغذاء متوفر، ومع حركة المية وارتدادها ورجوعها ليه بياخد أكسجين، ومع وجوده جوه الماسورة فهو متثبت، فبالتالي الخمس عناصر اللي أنا محتاجهم حققتهم في نظام المواسير. وبالظبط برضو في الديب ووتر كارشر أو نظام المياه العميق، هو عايم على فوم فبالتالي في إظلام والوسط ميه، فبالتالي الميه موجوده مع العناصر الغذائيه مع الاظلام مع التثبيت وحققتهم. وعلى هذا المنوال برضو في السبستريت، هو الجدر نامي في ميديا وبالتالي برضو متوفر له زي الوسط بتاع الارض بالظبط، وبالتالي الجدر بيقوم بوظيفته فبيديني المحصول اللي انا عايزه. هو في موضوع الزراعه بدون تربه خاصه في السبستريت، عشان تنجح مشروع وخاصه في شغل الزراعه بدون تربه في السبستريت او في البيئات تحديدا، في مجموعه من العوامل لازم تدرسها. ليه؟ لان من اهم العوامل مثلا تكلفه السيستم، ان الشخص لو حابب يعمل السيستم دوت المفروض التكلفه، فالعوامل اللي بتدخل في تكلفه السيستم منها البيئه. اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي ان احنا بنحاول ندرس بيئات مختلفه جدا، يعني في بيئه ستاندر معروفه ان هي البيتنس والبرلايت بنسبه 1:1، لكن بنبدا نحاول ندرس الرمله كبيئه محليه سعرها منخفض، بندرس بعض المخلفات النباتيه ان احنا نستغلها ونقوم بعمليه الزراعه، ونعمل خلط ما بينهم وما بين بعض بحيث نعمل توازن، لان لازم البيئه يكون فيها مواصفات خاصه بان احتفاظها بالماء يكون كويس، وفي نفس الوقت يكون التهويه بتاعتها كويسه. فاحنا بنحاول نعمل مجموعه من البيئات، ويمكن الابحاث اللي موجوده يمكن اللي هتصورها دلوقتي فيها كل الكلام اللي احنا بنقوله ده. بندرس بيئات مختلفه باسعار تكلفه مختلفه في سبيل ان في الاخر نقول البيئه ديت كلفتني قد ايه؟ وديتني قد ايه؟ وبالتالي هل ينفع اغيرها ابدلها مكان البيئه الستاندر المكلفه ولا لا؟ بالنسبه للنباتات اللي بتزرع في الزراعه بدون تربه، احنا كل محاصيل الخضار تنفع تتزرع في النظم بتاعت بدون تربه، ولكن بيختلف السيستم اللي بيتماشى مع المحصول. يعني لو انا هزرع محاصيل ورقيه زي الجرجير والبقدونس والشبت والحاجات دي محاصيل نسر، بجيب البذره بعمل لها عمليه نسر. فدي بتزرع في بيئات، ولازم تزرع في بيئات ما تنفعش تزرع في النظم المائيه، وبتزرع في بيئات في نظام اسمه مرائد اللي هي بتبقى الترابيزه او الطاوله اللي احنا زارعين عليها بتبقى محطوط فيها الميديا مباشره. لو هزرع محاصيل ثمريه زي الطماطم والفلفل والبتنجان برده مش هينفع ازرعهم في نظام المواسير، ولكن ازرعهم في نظام البيئات، ولكن في النظام الثاني اللي هو نظام الاسس، وعلى حسب حجم النبات بحدد له حجم القصيص او حجم الميديا اللي هيزرع فيه. اما في محاصيل بتنجح بقى في نظام المواسير زي الخس، الاصناف اللي هي المحدوده النمو زي الخس والفراوله والكرفس، في مجموعه من النباتات بتنجح في نظام المواسير، لكن في بوجه عام كل المحاصيل تنجح في السبستريت، وكل المحاصيل تنجح في الايه، في الان في تي او في النظام المائي، بس
كفاءة السيستم في إدارته لنمو النبات بتختلف من سيستم لسيستم. الشغل بتاعنا تطبيقي كشغل تطبيقي في المجال دوت في على أرض الواقع، لا في ناس نفذوا النظم ديت وابتدوا يبقى ليهم سوق كويس جدا، بس زي ما برضو لازم حضرتك تعرف إن عملية تطبيق سيستم زراعة بدون تربة في مصر، احنا بلد زراعية، فعشان تنجحها لازم يكون المدخلات بتاعتها منخفضة، التكاليف يعني احنا بنقسمها لتكاليف استثمارية وتكاليف تشغيل وبعدين الإنتاج بتاعي. التكاليف الاستثمارية اللي تتمثل في النظام، تكاليف التشغيل اللي بتتمثل في الشتلة والمية والمحلول والكهرباء. احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنحاول نقلل من كل المدخلات ونرفع من الإنتاجية بتاعتنا. فيعني في ناس نفذوا وليهم سوق دلوقتي ومعروفين في مصر وبيسوقوا الحتت دي كلها، لكن مش بشكل قوي، يعني ما نقولش مثلا ان مثلا 50% نفذوا النظم في مصر، لا. لكن على مستوى زراعه الاسطح لا، في ناس كتيره جدا نفذوها للاستهلاك الشخصي. اهم ما يميز الزراعه بدون تربه عن الزراعه التقليديه، واحد ان انت بتتحصل على غذاء امن، لان انت بشكل او باخر معظم الملوثات اللي ممكن تتحصل عليها من الارض غير موجودة. اتنين، اعتمادك على المبيدات بينخفض بشكل كبير جدا، وبالتالي بتقلل مشاكل الملوثات اللي بتبقى موجودة في النباتات. الحاجة التالتة ان فعلا انتاجية وحدة المساحة في الزراعة بدون تربة يتكاد تكون ضعف، او مش هقول ضعف يعني اعلى بشكل كبير جدا من انتاجية المتر المربع في الارض. بخلاف كده ان النظم دي نظم سيركوليتد، يعني النظم ما فيهاش فقد في الارض. لما باجي احط مقنن مائي لنبات ببقى عامل حساب ان جزء من المايه ده هيفقد في الارض وجزء هيحصل له بخر. في النظم بتاعتنا احنا ما عندناش فقد مائي في الارض لان ده سيستم مغلق، وبالتالي احنا بنقدر نوفر من 30 ل 50% من كميه المايه المستهلكه. يعني انا وانا بحتاج لتر مايه لنبات بزرعه في الارض، انا ممكن احتاج من 700 ل 500 ملي لتر مياه لنفس النبات بنفس الحجم. بالنسبة للعملية الإنتاجية في السويل سكالتشر، إحنا عندنا شقين ممكن نتكلم فيهم. الشق الأولاني اللي هو التكثيف. أنا عندي في النظم بتاعتي أنا بقدر أكثف في وحدة المساحة، بالذات في نظم المواسير. يعني أنا لو بزرع 6 نباتات في المتر مثلا في الأرض، أنا ممكن أزرع 16 نبات وممكن أوصل لـ 32 نبات في المتر المربع. ده على مستوى التكثيف. على مستوى الإنتاجية، نظم السويل سكالتشر تعتبر زي حاضنة. زي الحضانة بتاعت الأطفال. أنا موفر مجموعة من العوامل بشكل ميسر جدا، سواء كان غذاء أو مية أو ظروف بيئية أيا كان، يعني كل المدخلات اللي النبات محتاجها عشان يطور من نفسه ويكبر بسرعة أكبر وكمية أكبر في السويلس أعلى بكتير جدا من الأرض. مش معنى كده إن إحنا ينفع نلغي الأرض. الأرض مهمة جدا جدا جدا، لكن أنا عندي قناعة بإن موضوع الخضار أو شغل الخضار أو 50% على الأقل من الخضار، لو قدرنا ننقلهم من أرض لسويلس هنقدر نوفر مساحتهم لإنتاج محاصيل مهمة زي القمح، زي الذرة، الحاجات اللي احنا محتاجينها في مصر. من أهم المعوقات اللي بتواجه نشر فكر الزراعة بدون تربة في مصر التكلفة. وده اللي احنا بنحاول نعمله في أبحاثنا هنا. إن احنا بناخد نمسك كل فاكتور داخل في عملية الإنتاج، سواء كانت في التكاليف الاستثمارية اللي هي السيستم نفسه، سواء المضخات، المية، مش المية، المضخات، الترابيزة، البيئات، المواسير، بنحاول نشوف بدائل أقل تكلفة تقدر تقوم بنفس الدور. وتكاليف التشغيل اللي تتمثل في المحلول والمية والكهرباء بنحاول بقى ندرس، هل نشغل مرة، نشغل مرتين في اليوم، نشغل ثلاثة، هل نزرع في ميديا مثلا لترين ولا 5 لتر، كل دي تكاليف. فاحنا بنحاول نوصل لأقل تكاليف مدخلات عشان نقدر نتحصل على أعلى إنتاجية. وبالتالي أنت لما تنجح المشروع بالشكل دوت يقدر الشخص اللي عايز ينفذه يعمله. بالنسبة لعملية المكافحات والإصابات والحاجات ديت، لو على مستوى الشغل الإنتاجي، لو على مستوى صوب الإنتاج، الصوب الزراعية للإنتاج، لا، لأن الصوبة أساساً مقفولة وبيبقى فيه شروط معينة للدخول والخروج منها، فبشكل كبير جداً تكاد تكون الحشرات زيرو. لكن ممكن تقابلك مع مشاكل فطرية، ممكن إصابات فطرية في الجذور، ولكن عملية التحكم فيها كويسة، لأن أنا لو زرع في مواسير أنا سهل جدا أحط المبيد في المحلول، المبيد الفطري اللي يقدر يدخل في الدورة بتاعتي ويعمل لي مكافحة. من أهم النصائح اللي ممكن أوجهها للباحثين القائمين في الشغل دوت، هو إن إحنا نركز بشكل كبير جدا على تكلفة كل فاكتور من العوامل اللي داخلة في عملية الإنتاج. لأن كل ما هنقلل في تكاليف وحدة المساحة، كل ما يبقى فيه قابلية للتنفيذ أكتر.